سد النهضة يعني مصر طبعا يعني دولة ليست قليلة الحيلة. مصر لديها رؤية واضحة جدا جدا في التعامل مع هذا السد، ولا أقول عليه سد النهضة وإنما هو السد الإثيوبي لتداعياته السلبية على مصر. عندنا إجراءات، عندنا تحركات، إنما مش بالضرورة أيضا الكل كل شيء سيتم الإعلان عنه، إنما الهدف الأساسي هو بالتأكيد التقليص إلى أقصى حد ممكن أو لأدنى حد ممكن من مخاطر هذا السد على مصر. وإحنا أعلنا بوضوح إن بالتأكيد هناك إجراءات تتخذها مصر وفقا للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث ضرر، إذا حدث أي ضرر للأمن القومي المصري. مصر لديها من الإجراءات كما ذكرت والسياسات والأدوات وأيضا الرؤية والرؤى للتعامل مع حدوث أي ضرر. بالنسبة لأفريقيا يعني أنا بقول بمنتهى الوضوح، أفريقيا هي مستقبل مصر وهي مستقبل عملية التنمية في مصر. يعني الفترة الأخيرة يمكن آخر 10 سنين الشركات المصرية هنا خدت خبرة غير عادية في عمليات الإنشاء وعملية البناء والبنية التحتية. ولذلك يعني أنا التقيت يمكن على الأقل ب20 وزير إفريقي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة. البند الأول في كل لقاء هو عايزين الشركات المصرية، وشركات معروفة بالاسم تتقال بالاسم، عايزين لدرجة ان بعض الدول ودول مهمة ودول كبيرة بتقول في دول اخرى ودول متقدمة عملت مشروعات انما انتوا بتعملوها بالكفاءة الافضل وبالتأكيد طبعا بتكلفة اقل. فبالتالي احنا شايفين الشراكات مع افريقيا بتتحول مش شوية منح هنا وهنا، لا احنا بنتكلم على علاقة شراكة حقيقية، هو يستفيد وانا استفيد. بالتأكيد بنحاول بنتحرك في موضوع الاستثمار، القطاع الخاص المصري بيلعب دور مهم جدا. احنا استثماراتنا الآن بتتجاوز ال 14 مليار دولار استثمارات مصرية جوه القارة الأفريقية.